قررت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة وقف استيراد منتجات العجوة حتى انتهاء تسويق المنتج المحلي. القرار جاء عقب منع سلطات الاحتلال تصدير ثمار البلح الوفيرة لهذا العام والتي تؤثر سلبا على المزارعين والتجار. هز النخيل خطوة الصباح الأولى نحو كسب الرزق. في مزرعة المصدر وسط قطاع غزة يعمل هذا الرجل مع أفراد عائلته على جني ثمار البلح الوفيرة هذا العام. عدد قليل من العمال في هذه المزرعة مرده إلى تداعيات قرار سلطات الاحتلال منع التصدير إلى أسواق الضفة الغربية أو الخارج. هي شجرة يعني احنا مركنين عليها على أساس أنها مصروف للعيلة ومصروف للأولاد ونشغل أولادنا ونشغل العمال، لكن السوق سوق غزة يعني بالذات سوق غير متجاوب للبيع. فاحنا يعني اليوم لما بنضمنا او بنبيع وبجيب السعر التكلفة اضطرينا طبعا احنا نقص بايدينا ونبيع ونسوق في السوق المحلية على بايدينا. جولة بسيطة في شوارع القطاع تعطي صورة اوسع لكميات البلح والرطب الوفيرة، مسار اضطراري يسلكه التجار لبيع الكميات في السوق المحلية بأسعار زهيدة. وزارة الزراعة بادرت بمنع استيراد العجوة لدعم المنتج المحلي. قمنا قبل الأسبوع تقريبا بمنع استيراد العجوة إلى قطاع غزة، وتعتبر هذه الخطوة من خطوات دعم المنتج المحلي حتى لا يكون أي شيء منافس للمنتج المحلي طالما وجد ومتوفر في الأسواق. يوفر موسم جني ثمار البلح فرصة عمل مؤقتة لعشرات العمال، فيما يقدر محصول هذا العام بنحو 12,000 طن. يستهلك الفرد منها سنويا ما يقدر بستة كيلوغرامات في أفضل الأحوال. القيود الإسرائيلية على تصدير بعض المنتجات الزراعية سياسة مدروسة تسعى إلى دفع المزارعين لترك شجرة النخيل ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية بهدف تقويض التنمية الزراعية وإحداث شلل في الاقتصاد الفلسطيني برمته. باسل خلف، العربي، قطاع غزة.